النهارده في المعاملات بتكلم، النهارده تنتهي رسميا مهله ال 15 يوم اللي اعطاها الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزاره الداخليه لاعداد تشريعات جديده تتضمن تطوير الاداء الامني للوزاره وتواجه تجاوزات الافراد، وهي المهله اللي حددها الرئيس خلال اجتماعه مع وزير الداخليه مجدي عبد الغفار بعد حادثه مقتل سائق التوك توك على يد امين شرطه قسم الضرب الاحمر. بس الأيام مرت وما سمعناش عن أن الداخلية أرسلت التشريعات للبرلمان. هي الداخلية انتهت بالفعل من التشريعات، والحكومة أعلنت أن الداخلية انتهت من التشريعات في قبل كمان الموعد المحدد، بس فعليا هذا القانون وهذا التشريع لم يصل إلى البرلمان. ليه لم يصل إلى البرلمان؟ سليمان وهدان وكيل مجلس النواب أكد أن المجلس لم يتلقى أي مقترحات ومشروعات قوانين من وزارة الداخلية حتى الآن. ليه؟ لأن البرلمان مش هيقدر يناقش القوانين إلا بعد الانتهاء من إقرار اللائحة وتشكيل اللجان النوعية اللي من بينها لجنة التشريعات اللي هتكون منوطة بمناقشة التشريعات اللي طالب الرئيس بسرعة إقرارها. تفاصيل أكتر عن الموضوع ده كله عموما مع الأستاذ سليمان وهدان وكيل مجلس النواب. أستاذ سليمان برحب بحضرتك. مساء النور، تحياتنا. يعني نقدر إمتى نقول إن اللجان النوعية هتبدأ والبرلمان هينتهي من تشكيل اللائحة الداخلية وينهض لاستقبال القوانين؟ هو طبعا يعني من المتوقع أن يوم الاثنين إن شاء الله تنتهي اللائحة الداخلية، وفور إقرار المجلس اللائحة الداخلية سيتم فتح باب الترشح للجان النوعية، وأعتقد ده هياخد ممكن يومين أو ثلاثة على الأكثر، وبعد كده هيبدأ بقى ده الشغل الحقيقي أو مهام الحقيقية للبرلمان يبدأ يشتغل بقى ويبدأ يفعل اللجان النوعية اللي موجودة. يعني دلوقتي يوم الاثنين هيتم إقرار اللائحة الداخلية، أفهم من كده أن خلاص المواد الخلافية قاب قوسين أو أدنى من أن يتم حسم الخلاف عليها؟ ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله باذن الله. وبعد كده تبدا تشكيل اللجان النوعيه، ده تاخد وقت قد ايه؟ لا، اللجان النوعيه هيتفتح باب التقدم لهذه اللجان او تحديث البيانات فيها، وبعد كده بتاخد يوم او اثنين على الاكثر يعني. تمام، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب.